مجموعه مزرعتي اللي هو بلاتفورم جديد على الانترنت زي ما احنا فاهمين ان التكنولوجي النهارده بقت هي اساس النهضه الصناعيه المواكبه اللي موجوده. البلاتفورم ده بيقدم ما يسمى بالتدريب المهني او الفوكيشنال تريننج. احنا نعرف ان بره اغلب المعاهد والمؤسسات العلميه بتاهل الشباب اللي غاوي يخش في مجال معين طبقا لدراسته ان هو يتم تدريبه مهنيا ويدويا على ارض الواقع، وده جزء احنا بنفتقده هنا في مصر بشكل كبير. ولكن معتقد الشباب اللي انت شفتها يمكن موجوده النهارده، ده كان دور من الادوار المهمه اللي واجب ان على الوادي تقدمه في الفتره الجديده خدمه لشباب مصر، ان احنا نساهم ونساعد في تطوير اكاديميه تعليميه هدفها ان من خلال خبراء ودكاتره بيطريين والمهندسين الموجودين جوه الوادي نقدم دورات تدريبيه اونلاين للشباب. ده خش يسجل، خش يحضر الدوره التدريبيه 6 محاضرات تقريبا، بيعقبها اختبار بسيط صغير عن هو فهم ايه من الكورس اونلاين دوت. الاختبار ده بيتم في خلال فتره زمنيه محدده على الويب سايت، وانس ان هو اجتازه او اخذ نتيجه سكور بنجاحه بيحصل على شهاده حضور تأهله في المستقبل ان هو يقدم للشركات العامله في نفس المجالات، يقول انا استثمرت في نفسي، انا اتعلمت حاجه، انا بذلت مجهود ووقت ان انا افهم حاجه جديده تخص قطاع الزراعي او قطاع الداجين اللي موجود. حضراتكم مستهدفين تدريب كام شاب؟ انا اتمنى ان العدد يزيد، وده السبب ان احنا دايما كل ما كتر العدد دوت كل ما كانت الفرصه اكبر لتعليم قاعده طلابيه او قاعده حديثه التخرج كبيره. وده كان سبب من الاسباب ان ما كانتش الاكاديميه دي لها مكان فيزيكال كقاعه تدريبيه في مكان معين او غيره، اتعملت اونلاين عشان تستقطب اغلب الطلبه واغلب حديثي التخرج الموجودين في بقاع مصر كلها، ويا ريت تنتشر للوطن العربي كله. الخدمه موجوده وشبه مجانيه، الهدف منها التسجيل والهدف منها ان الشباب دوت ياخد دور ايجابي في المجتمع لنهضه مستقبل، لان دول المستقبل مصر. هل المقصود من هذا التدريب الحصول على كوادر مدربه جاهزه لسوق العمل تحديدا في مجموعه وادي، ولا هو تدريب للي محتاج التدريب ممكن يشتغل بيه في اي حته؟ طبعا هو اللي بياخد تدريب هيشتغل فيه في اي شركه بتشتغل في نفس المجالات، مش الوادي بس. الوادي موجوده انها تفتح فرص للشباب دوت ان هو يقدم معانا. انا لما بيجي لنا النهارده الشباب جديد، دايما احنا بنكبر ومشروعاتنا في تزايد الحمد لله، وبالتالي بنحتاج ناس تيجي تشتغل معانا تنضم لفريق العمل اللي موجود. النهارده احنا 4500، يا رب نوصل 10000 زي ما قلت في الجلسه الافتتاحيه من شويه. ده كله في الاخر هنصب لمصلحتنا ومصلحه البلد. فالنهارده الوادي بتامل ان يجي لها ناس جديده متعلمه. لما بيجي لي حد جديد داخل بيقعد فتره طويله بيتم تدريبه على ارض الواقع قبل ما تديله مسؤوليه كامله عن موقع معين او دور وظيفي كامل متكامل، بيقعد فتره طويله جدا عبال ما سابقي يبتدوا ينقلوا له خبراتهم الميدانيه على ارض الواقع، يبتدي يتعلم يثقوا فيه ويبتدي بعد كده كل دور فعال في خلال 2 3 جوه المنظومه. فانا النهارده بقرب المسافه شويه للناس.